بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا ووفقنا لما تحب وترضى، واقنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت لأنك على ما تشاء قدير، واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين. أدخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام، واكتب لنا ولسائر المسلمين التوفيق والسداد حيثما توجهنا يا رب العالمين. امين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. اما بعد، نكمل قراءه كتاب فتح القريب المجيب في شرح الفاظ التقريب لابن قاسم الغزي على متن غايه التقريب للقاضي الشجاع رحمهما الله تعالى، نفعنا الله بعلومهما وعلوم شيخهما في الدارين امين، في فقه السادة الشافعية. فصل صلاة الجمعة وشرائط وجوب الجمعة. سبعة أشياء. يبقى عرفنا على طول إن الجمعة واجب، والجمعة بسكون الميم هي اليوم، اليوم تقول اليوم جمعة، لكن بالنسبة للصلاة يجوز فيها تسكين الميم، ويجوز فيها ضم الميم، ويجوز فيها فتح الميم، ويجوز فيها أيضا كسر الميم. يعني تقول الجمعة والجمعة والجمعة والجمعة، كل دي للصلاة. أما اسم اليوم فلا يجوز فيه إلا التسكين بس، الجمعة يبقى يوم الجمعة. وأول من جمع الناس كان سيدنا كعب وهو جد النبي، كعب بن لؤي بن فهر بن غالب، وهو من أجداد نبينا، هو أول من جمع الناس يوم الجمعة وخطبهم، وكان يقول لهم أنه يخرج من صلبه من يهدي الناس في آخر الزمان، وكأنه كان يبشرهم بأنه يعني يحمل في صلبه النبي الخاتم، وهو أفضل أيام الأسبوع بالاتفاق. وهل هو أفضل من يوم عرفة؟ الراجح أن يوم عرفة أفضل من يوم الجمعة، فبالترتيب الأفضلية يوم عرفة أفضل حاجة، يلي يوم الجمعة، يلي يوم الأضحى، يلي يوم الفطر، بهذا الترتيب. ويمكن أن تقول أن أفضل يوم في العام هو يوم عرفة، وأفضل يوم في الأسبوع يوم الجمعة، ويليه بعد ذلك في الأيام يوم الأضحى ثم يوم الفطر من حيث أفضلية الأيام. أما الليالي فأفضل ليلة على الإطلاق هي ليلة المولد النبوي الشريف، لأن لولاها ما عرفنا الله، ولا قرآن ولا كان في ليلة أدرى، فيبقى ليلة المولد النبوي الشريف هي أفضل ليلة على الإطلاق. يليها ليلة القدر، ويلي ليلة القدر ليلة الإسراء والمعراج، وقيل ليلة النصف من شعبان، على خلاف في أفضلية الليالي. هذا بالنسبة لنا. أما بالنسبة لنبينا فليلة الإسراء والمعراج أفضل ليلة له حيث رأى ربه،
يبقى بالنسبة لنبينا أفضل ليلة له هي ليلة الإسراء والمعراج حيث رأى ربه. أما بالنسبة لنا فليلة المولد الشريف هي أفضل ليلة، يليها ليلة القدر، ثم بعد ذلك ليلة الجمعة، ثم ليلة الإسراء والمعراج، وبعدها تحط ليلة النصف من شعبان. هذا من حيث الفضل. صلاة الجمعة واجبة، عرفنا وجوبها منين؟ من الآية: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قوله فاسعوا أمر، والأمر للوجوب، فإذا كان السعي واجبا يكون المسعي له من باب أولى واجب، لأول دلالة على وجوبها قوله فاسعوا إلى ذكر الله. الدليل الثاني من الوجوب في الآية: وذروا البيع، ومعلوم أن البيع مباح ولا يترك المباح إلا من أجل واجب، فدل أيضا على وجوبه. هذا من الآية. ثم أحاديث كثيرة بيّنت أن الجمعة واجب على كل مسلم بالغ، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقواما من ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ده أحاديث كثيرة، الحديث ده رواه الإمام مسلم في صحيح: لينتهين قوم من ودعهم، أي تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فكون النبي يدعو عليهم أو يقول أنهم يهددهم بهذا دل على وجوب الأمر، واضح؟ علشان كده يقول لك: وشرائط وجوب الجمعة، يعني الجمعة واجبة ولكن ليست واجبة على كل إنسان، بل لابد أن تتوفر فيه شروط الوجوب. وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء. شوف، عشان بيتكلم على الصلاة هنا قال لك الجمعة بضم الميم، ويجوز قلت لك فتح الميم، ويجوز سكون الميم، ويجوز كسر الميم، كل ده في الصلاة. أما إذا كان اليوم فلا يجوز فيه إلا تسكين الميم فقط، فتقول يوم الجمعة مش يوم الجمعة، ما ينفعش. وشرائط وجوب الأسئلة في الآخر خالص، كل واحد يبقى معاه ورقة يدون الأسئلة في الآخر. وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء: أولا الإسلام والبلوغ والعقل، دي شروط عامة في كل عبادة ليست خاصة بالجمعة، لكنه أنا ذكرها ليذكر المبتدئ، لكنها مش خاصة بالجمعة بس، دي شروط عامة في كل العبادات: الإسلام والبلوغ والعقل. والمقصود هنا البلوغ هو شرط انعقاد وليس شرط صحة، لأنها تصح من الصبي، واضح؟ يعني الجمعة تصح من الصبي اللي هو غير بالغ، تصح منه الجمعة، لكن لا تنعقد به الجمعة، يعني لا يكون نصاب في الجمعة. يبقى البلوغ هنا شرط انعقاد وليس شرط صحة، إنما الإسلام شرط صحة وانعقاد ووجوب أيضا، شرط صحة وانعقاد ووجوب، والعقل كذلك شرط صحة وانعقاد ووجوب. وهذه شروط أيضا لغير الجمعة من الصلوات. هنزود بقى حاجات خاصة بالجمعة، شروط خاصة بالجمعة: الحرية والذكورية. هو جاب الذكورية علشان تبقى ماشية مع يعني موزونة مع الحرية، لكن الأفصح يقول والذكورة، ده الأفصح، لكن قال الذكورية علشان إيه؟ علشان تبقى ماشية يعني سجع كده يسهل حفظها. الحرية والذكورية. والصحة اللي هي ضد المرض، يبقى لازم يكون حر ذكر صحيح، صحيح يعني غير مريض يعني. والمقصود بالصحة هنا عدم وجود الأعذار التي تؤدي إلى التخلف عن الجماعة. فالمرض ده غالبها، غالب الأعذار تبقى مرض، لكن في أعذار أخرى. كل عذر يمنع من حضور الجماعة يمنع من وجوب
زي مثلا واحد لا يلبس ثوب يغطي بيه عورته، يبقى هيصلي البيت، يبقى الجمعه مش واجب عليه. زي واحد خائف على نفسه، في ناس متربصين بيه ولو خرج من بيته هيطخوه، زي بعض قرى الصعيد طار، او في ظالم بيطرده فهو خائف على نفسه، يبقى سقط عنه وجوب حضور الجماعه، وكذلك سقط عنه وجوب الجمعه، صلي ظهر البيت. او عنده من يمرضه، يعني ابوه مريض ولا يجد من يخدمه الا هو نفسه، او امه مريضه ولا يجد حد يخدمها الا هو نفسه، سقط عنه وجوب حضور الجماعه، وبالتالي سقط عنه وجوب الجمعه. يعني المقصود بالصحه هنا ليس هو المرض فقط، عكسها المرض فقط، يعني الا يكون هناك عذر يمنع من وجوب او من حضور الجماعه. واضح؟ افرض اكل رائحته كريهه ككراث او ثوم او بصل، ولا يقصد باكله التهرب من الجماعه لان لم يجد غيره، يبقى سقط عنه وجوب حضور الجمعه حتى لا يؤذي المسلمين برائحه فمه. واضح؟ افرض ان هو ابخر، يعني نفسه ريحته كريهه لوحده بسبب مرض ما خلقته كده، يسموه ابخر. في الحاله دي لا يحضر الجماعه، يعذر، وبالتالي لا يجب عليه حضور الجمعه. واخد بالك؟ يبقى اعذار التخلف من الجماعه كثيره، فكل عذر يمنع يبيح التخلف من الجماعه يمنع من وجوب الجمعه. واضح؟ عنده اعذار زي سلس بول، انفلات ريح، عنده جرح في قدمه بيخرج منه قيح ويخاف من تلويث المسجد، كل ده لا يحضر الجماعه، وبالتالي ايضا لا يحضر الجمعه، ويصلي ظهر حيثما وجد في بيته. واضح؟ بعض العلماء قال لك حتى لو لم يجد دابه تليق بمقامه تنقله للمسجد الجامع. واضح؟ يبقى برضه لا يسقط عنه وجود الجمعه. يبقى الحريه والذكوريه والصحه والاستيطان. والمقصود بالاستيطان هنا ان يبقى لي بيت في البلد، بيت اقامه. كويس؟ طب افرض ان هو عنده بيت في بلد وبيت في بلد، يبقى البيت اللي فيه زوجته. واضح؟ طب افرض متجوز هنا واحده وهنا واحده، يبقى حيثما جاءت الجمعه في المكان اللي هو فيه وجبت عليه، يبقى دي وضعه. واضح؟ يبقى هنرجح الاول بالمدينه اللي بيمكث فيها اكثر، فان كان بيقعد هنا قد ما بيقعد في المدينه الثانيه، مستوطن الاثنين بالتساوي، يبقى نرجح المدينه اللي فيها اهله واولاده، زوجته واولاده. افرض ان عنده زوجه واولاد هنا وهنا، يبقى حيثما وجبت الجمعه وهو موجود في ايهما وجبت عليه الجمعه، لانه مستوطن هنا ومستوطن هنا. واضح؟ يبقى الاستيطان. ويقصد بالاستيطان هنا كمان مش الوطن بس، انه يبقى غير مسافر، يعني مقيم، يبقى كمان مقيم. لان لو واحد ما عندوش دار اقامه لكنه مقيم، يعني هيمكث اقامه مؤثره، والاقامه المؤثره يعني 20 وقت فما زاد، اسمها اقامه مؤثره. زي طالب في المدينه الجامعيه، المدينه الجامعيه دي مش وطن لكنه مقيم فيها، قاعد فيها شهور على ما يجي اجازه نص سنه ويرجع لاهله، او بيروح لاهله كل يوم خميس وجمعه، لكن مقيم السبت والحد والاثنين والثلاث والاربع، خمس ايام مقيم، يبقى دي اقامه مؤثره، وجب عليه انه يصلي الجمعه. واضح؟ لو جات عليه جمعه وهو قاعد في المدينه الجامعيه ينزل يصلي الجمعه، بالرغم ان هو مش مستوطن لكنه مقيم. واضح؟ يبقى احيانا الاستيطان يقصد به انه يبقى ليه منزل مقيم فيه، واحيانا يقصد بها الاقامه ان هو مقيم في هذا المكان اللي بتقام فيه الجمعه مده
مؤثرة يعني تمنع من رخص السفر. دي الإقامة المؤثرة اللي هي إقامة 20 وقت فما زاد، كما تكلمنا في صلاة السفر في الجلسة الماضية. وعلشان كده جايب بقى فلا تجب الجمعة على، جايب لك بقى ايه بيعكس بمفهوم المخالفة. اذا عرفنا ان الجمعة واجبة على المسلم البالغ العاقل الحر الذكر الصحيح المقيم 7 حاجات، يعكس لك كله، يبقى لا تجب في ايه بمفهوم المخالفة فلا تجب الجمعة على كافر اصلا. عكس المسلم ايه؟ الكافر الاصلي. الكافر الاصلي لا تجب عليه، يعني لا يجب علينا ان نامره بها، وليس معناه انه لا يعاقب عليها في الاخره. واضح؟ يبقى لا يجب علينا ان نامره بها، ده الكافر الاصلي. وفي كافر مش اصلي، اللي هو المرتد، اللي كان مسلم مرتد، ده يجب عليه. الكافر المرتد يجب عليه الجمعه، بس بشرط نقول له ايه؟ ادخل في الاسلام وروح صلي. واضح؟ لكن الكافر مش واجب عليا، دار انا مسيحي كل ما اروح اصلي الجمعه تقول لي تعالى صلي الجمعه، مش هقول له لي. لكن لما يبقى راجل كان مسلم وبعدين بقى شيوعي بقى مرتد بقى في مخه كلام فارغ، فكل ما انزل اروح اصلي الجمعه اقول له مش هترجع بقى الى رشدك وتقول اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله وتيجي تصلي معانا الجمعه. واخد بالك؟ يبقى الكافر الاصلي لا يؤمر وإن كان هو مسؤول عنها في الآخرة. أما الكافر غير الأصلي كالمرتد يؤمر بها على أن يعود للإسلام أولا. واضح؟ عشان كده قال لك الإسلام عكسه إيه؟ فلا تجد الجمعة على كافر أصلي، وخرج بكلمة أصلي المرتد. وبعدين قال لك البالغ عكسها الصبي، فلا تجد الجمعة على الصبي وإن كانت تصح منه، لو صلاها ياخد ثواب لكنه لا يجب عليه. وقال لك العاقل فيبقى لا تجب على المجنون، وكذا السكران بغير تعدي. السكران يعني اللي غاب عقله بسبب بسكر غير متعدي، يعني شرب خمرا على انها ماء ولا يعرف انها خمر ففقد عقله، يبقى دي لا تجب عليه الجمعه. لكن لو تعدى وسكرا وجب عليه الجمعة ويأثم لتركها لأنه متعدي فهو مسؤول بتكاليف الشرع. واضح؟ ويقاس عليه فاقد العقل بسبب مرض، زي واحد عنده كبد ودخل في غيبوبة كبدية، واحد عنده سكر ودخل في غيبوبة سكرية، يبقى فقد عقله إما لمرض أو بسبب سكر أو دواء مخدر. إن كان متعديا تجب عليه ويأثم، وإن كان غير متعدي يعني ليس له يد فيه فلا يأثم ولا تجب عليه. وعلشان كده خرج قدام العاقل بمفهوم المخالفة يخرج المجنون وفاقد العقل، وكذلك النائم، لأن رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. واحد نام مرهق كان سهران طول الليل في عمل أو في شيء من هذا، أو كان عنده شيء ألمه فمنعه من النوم حتى طلع الفجر، وبعدين الحمد لله خد مسكن استريح شوية نام صحي على العصر، وكان يوم جمعة مش واجب عليه الجمعة، ما يقوم يصلي ظهر. واضح؟ لأنه فقد العقل، إما يكون بنوم والنائم لا يرفع عنه القلم، أو بسكر ونميز بين المتعدي وغير المتعدي، أو بمرض. ورقيق، لأنك قال لك حر يبقى قدامنا الرقيق. الرقيق اللي هو العبد، كل أنواع العبيد لا تجب عليهم الجمعة. والعبد قد يكون قن يعني عبد خالص، وقد يكون مبعض يعني بعضه حر وبعضه عبد، ولو كان في نوبة الحرية لا تجب عليه الجمعة. يعني أنا وأنت اشترينا عبد، فهو عبد عندك يوم وعبد عندي يوم، بالتبادل كده، يجي يخدمني يوم ويبات عندي، ويجي تاني يوم يخدمك ويبات عندي. كويس؟ فجيت انت اعتقته، فبقى عبد يوم وحر يوم، سموه مبعض.
طب افرض جت الجمعة في يوم الحرية، لا تجب عليه هو. واضح؟ لازم يكون حر حرية كاملة. وكذا المكاتب والمدبر، كل دي أنواع من العبيد. المكاتب اللي هو بيشتري نفسه من سيده، ولو عليه درهم، ولو عليه في القسط جنيه، يفضل قن حب عبد، لا تجب عليه الجمعة حتى يتحرر تماما بآخر قسط يدفعه. واضح؟ يبقى لازم يبقى حرية كاملة. وبالتالي يبقى الرقيق اللي فيه أي شميمة عبودية لا تجب عليه الجمعة. وأنثى، لأن احنا قايلين الحرية والذكورية، يبقى الأنثى لا تجب عليها الجمعة وإن كانت تصح منها. يبقى أنا وجوب انعقاد ووجوب إيه؟ ووجوب أداء. يعني شرط انعقاد وشرط وجوب وليس شرط صحة، لأنها لو صلت الجمعة تساب عليه. واضح؟ يبقى لابد أن تكون الذكورية معلومة. لكن لو خنثى، لو خنثى يعني اللي مش عارفين ذكر ولا أنثى، لا تجب عليه الجمعة ولا تنعقد به، ولو صلاها تصح منه ويثاب عليه. ده الخنثى المشكل. واضح؟ ومريض ونحوه، اللي هو يقول لك والصحة عكسها مين بقى؟ المريض ونحوه، اللي هو مين؟ كل من كان له عذر يمنعه من حضور الجماعة، أدي نحو. يبقى نحو يدخل فيها الأعذار التي تسقط أو تجيز التخلف عن الجماعة. ومسافر عكس المستوطن اللي هو المقيم. يبقى واحد مسافر بس بشرط ان المسافر ده يكون بدأ سفره قبل طلوع فجر يوم الجمعة، عشان نقول له لا تجب عليه الجمعة. لكن لو أنشأ سفره بعد طلوع فجر يوم الجمعة وجبت عليه الجمعة، فينزل يصليها في الطريق في أي مدينة. واضح؟ لكن لو أنشأ سفره قبل فجر الجمعة سقطت عنه الجمعة، يصليها ظهر ولا يجب النزول. المسافر اللي هو سافر بعد طلوع شمس، بعد فجر يوم الجمعة، وكان في مكان لا تقام فيه جمعة سقطت عنه، أو كان في مكان لا يسمع صوت الجمعة من قرية قريبة، يعني لا يسمع صوت النداء، يبقى سقطت. لكن لو كان في استراحة في طريق صحراوي، لكن وهو قاعد سامع صوت الأذان من قرية قريبة، وهو كان تحرك بعد طلوع فجر يوم الجمعة، عليه أن يذهب إلى هذا المسجد ليصلي فيها الجمعة. واضح؟ والمسافر سواء كان سفرا قصيرا أو سفرا طويلا، سواء كان سفرا قصيرا يعني أقل من مسافة القصر تسقط عنه الجمعة، لو كان بدأ سفره قبل فجر يوم الجمعة، سواء كان السفر قصير أو طويل. واضح؟ لكن لو سافر وصلى الجمعة صحت منه، لكن لا تنعقد به. واخد بالك؟ يعني ما يبقاش هو واحد في نصاب الجمعة، لكن تصح منه. ثم يقول بعد ذلك: وشرائط صحة فعلها ثلاثة. علشان تكون الجمعة صحيحة لابد من دار الإقامة التي يستوطنها العدد المجمعون. يبقى في شروط في الدار، مش أي موقع مكان نصلي فيه جمعة. لا يجوز أننا نصلي الجمعة في منطقة فيها معسكرات، كامبس، خيام، دي منطقة مش قرية، مش مدينة، فلا يصلى فيها جمعة. يبقى معسكرات الجيش دي كلها ما يصلوش جمعة، يصلوا ظهر. واخد بالك؟ لأنها أولا في الصحراء مش في مدن، لا جمعة عليهم. ولو جمعوا لا يسقط عنهم فرض الظهر، يصلوا ظهر برضه. واضح؟ يبقى لابد أن يكون في دار إقامة التي يستوطنها العدد المجمعون،
عدد المجمعين هنقول بعد كده في نصاب العدد بنتكلم عليه، سواء في ذلك المدن والقرى التي تتخذ وطنا. يبقى كل العالم الرحالة والعرب اللي هم بيبقى عندهم ماشية كده وغنم بيقطفوا آثار القطر المطر، كل دول جمعة عليه كويس، لأنهم مش في دار إقامة، أو راكبين باخرة والباخرة ماشية بيهم في المية عدة أيام ويجي عليهم يوم جمعة، والباخرة بتبقى زي المدينة بيبقى فيها ملاعب ومطاعم وأسواق كأنها مدينة كاملة لا جمعة فيها لأنها ليست دار استقرار، يوم يصلوا ظهر في الباخرة. واضح؟ فالحاجات دي كلها مهمة. فلو صلوا ظهر لا، لو صلوا جمعة لا تنعقد جمعة ووجب عليهم أداء الظهر وتبقى نافلة. افرض صمموا وقال لك احنا قاعدين واحد يخطب الجمعة تبقى اسمها الخطبة عزة والركعتين اللي صلوهم نافلة ويقوموا يصلوا ظهر، ده لو كانوا في باخرة. واضح؟ وبعضهم كمان قالوا ان يشترط الدار الامن، يعني لو في بلاد كفار وغير امن لا جمعة عليه، بدليل ان الجمعة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة ولم يجمع، واول من جمع الجمعة اسعد بن زرارة في المدينة في نقيع الفضيمات على بعد ميل من المدينة، كان اسعد بن زرارة الانصاري اللي زوجته مين؟ ستنا سبيعة الأنصارية. مهمة الحكاية لأن سبيعة الأنصارية أسعد بن زرارة ده من أهل بدر ومات في حجة الوداع وسبيعة كانت حامل منه، فلما وضعت حملها بعد أسبوعين من وفاته تزينت وجالها الخطاب فقالوا لا لا يا أبو السنابل جاء لا 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 تتزوجي حتى يمر عليك 14 وعشر لعدة المتوفى عنها زوجها، فذهبت للنبي فأفتاها أنها انقضت عدتها وتتزوج من شاء، لأن كان بعض الصحابة يظن أنها العدة تنقضي بأبعد الأجلين. واضح؟ يبقى أسعد بن زرارة يفكرك بزوجته سبيعة الإسلامية ويفكرك أنه أول من جمع جمعة في المدينة قبل النبي، وأنه جمعها في نقيع الفضيمات على بعد ميل من المدينة، وأنه بدري، وأنه مات في حجة الوداع، وأن زوجته سبيعة وضحت أن عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا بوضع الحمل ولو لم ينقضي 14 وعشر. واضح؟ درجة أن سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول لو وضعت بعد وفاته وهو على سريره لها أن تتزوج، يعني لسه ما غسلهوش، يعني طلعت روحه وهي راحت وضعت زوجها، زوجة طلعت روح وراحت هي وضعت المولود، فسيدنا عمر يقول لك تتزوج ولو كان ما زال على سرير لسه ولم يغسل بعد ولم يموت، اعتبارا بان عده المتوفى عنها زوجها ان كانت حاملا بوضع الحمل وليس بعدد الايام. واضح؟ كل ده فكرنا بحكايه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجمع في مكه لانها كانت دار خوف ودار حرب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بصلاته في مكة، يبقى يشترط في الدار اللي تقام فيها الجمعة دار أمان. واضح؟ ده شرط تاني يمكن ما قالوش هنا لأنه ده كتاب بيختصر. وعبر المصنف عن ذلك بقوله أن تكون البلد مصرا، كانت البلد أو قرية. الفرق بين المصر والقرية إن المصر يبقى فيها محكمة وفيها قاضي وفيها مركز بوليس، يعني فيها حكومة يعني، والقرية دي تبقى زي عزبة صغيرة كده أهو، يعني لو فيها عمدة وشرطة وحاجات بسيطة لأنها قرية جنب الاستقرار، يبقى القرية والمصر يصلى فيها الجمعة. واضح؟ والثاني أن يكون العدد في جماعة الجمعة 40 رجلا، يبقى العدد عند الشافعية لابد أن يكونوا 40 رجلا من أهل الجمعة. هو أقلهم كام؟ ما هو كلهم 40 عند الشافعية، بنتكلم على الشافعية، قلنا الأسئلة في الآخر. لو صبرت يا سلام.
العدد الذي ينعقد به الجمعة خلاف في المذاهب على 15 قولا. في 15 مذهب في العدد اللي ينعقد به الجمعة. الشافعية اختاروا 40 عندهم 40، ولا بد أن يكونوا متوفرة فيهم شروط الانعقاد. يعني لو كان 40 وفيهم 2 مسافرين وواحد مريض وامرأة مثلا، يبقى لا تنعقد بيهم الجمعة، يقوموا يصلوا ظهر. واضح؟ لازم يبقى 40 يشترط فيهم الانعقاد. والمذهب القديم عند الشافعي 40 بغير الإمام، والجديد 40 بالإمام. واضح؟ طب وليه الشافعية قال 40 يعني؟ قال لك لأن 40 عدد كامل، ولأن لا يخلو 40 من ولي في الغالب العام. لو اجتمع 40 مسلم لابد في الغالب العام يبقى ليهم فيهم واحد ولي، ويكون أرجى لقبول الصلاة بوجود هذا الولي. وأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع لما صلى صلاة الخوف صلى إماما ب40، وكانت الطائفة اللي بتحرس أقل من 40، اللي صلى بيهم الأول 40 وبعدين راحوا وبعدين كملوا التانيين. كل دي حاجات يعني بالنسبة للشافعية كانت يعني إيه تجعلهم يعني يميلوا للأربعين، لكن ما فيش دليل قوي واضح إن النبي قال 40 مثلا، عشان كده هو أمر خلافي في المذاهب. يعني هذا ما استراح إليه الإمام الشافعي وجعله إيه شرط لانعقاد الجمعة أن يكون 40 بالإمام وبغير الإمام في الجديد والقديم. لكن ابن حزم عنده واحد، الجمعة تنعقد بواحد، يقوم يخطب لنفسه ويصلي ركعتين ويمشي. افرض واحد مسلم في قرية آمنة، هو مسلم واحد، عند ابن حزم وجبت عليه الجمعة برضه، يقوم يخطب، واخد بالك، ويروح نازل مصلي الركعتين ومروح. ده ابن حزم رأيه. عند غير ابن حزم قال لك 2، لأن أقل الجماعة إمام ومأموم. وعند أبو يوسف 2 والإمام، أبو يوسف ده تلميذ أبو حنيفة. وعند أبو حنيفة 3 غير الإمام، لأن 3 أقل الجمع. وعند الإمام مالك 12 بالإمام، وفي قول عند الإمام مالك 12 بغير الإمام، قولان. وعند الإمام أحمد بن حنبل 50. واضح؟ يعني أقوال كتيرة، 15 مذهب في المسألة. وفي ناس قالوا 7، لأن 7 العدد الكامل، ومن الأسبوع 7 أيام و7 سماوات و7 أراضين، والسبعة دي فيها سر، وإن ما زاد عن 7 تكرار، فالسبعة دي الكمال، وهكذا. يبقى فيها مذاهب كثيرة، لكن إحنا بنشرح مذهب الشافعية نتكلم على 40. واضح؟ الإمام مالك قال 12 علشان لما انفض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءت التجارة وقت الجمعة لم يبقى معه إلا 12، فأتم بهم الجمعة. فالإمام مالك قال لك خلاص يبقى ال 12 تنعقد يوم الجمعة. ده رأي الإمام مالك. بعضهم قالوا أنا أميل بقى الرأي مذهب من 15 بيقول إيه؟ تنعقد الجمعة بجمع كبير غير محصور. طالما في جماعة كبيرة تبقى تنعقد به الجمعة من غير ما عد الروس. جماعة كبيرة كده غير محصور، واخد بالك؟ يعني لا احصرها في عدد، يعني ان شاء الله 10 20 30 على حسب 15. في مذهب تاني لطيف لطيف يقول لك تنعقد ولو بالجن. بعضهم قالوا مسلمي الجن يعني، بعضهم قال بس يكون على صورة الآدمي حتى يراهم الإمام، وبعضهم قال ولا يشترط على صورة الآدمي ولا تنعقد بالملائكة لأن الملائكة غير مكلفون على هذا الوجه يعني. ومن قال لك إن الملائكة غير مكلفون؟ أنا رأيي إن الملائكة مكلفون. أنا مذهبي كده إن الملائكة مكلفون معصومون. لكن في رأي تاني يقول لك إن الملائكة غير مكلفون، وهذا الرأي مرجوح، بل الملائكة مكلفون معصومون.
لا يعصون الله يعني معصومون، ما أمرهم يعني مكلفون، مش كده برضه؟ كون ربنا يقول لا يعصون الله يبقى معصومون، ما أمرهم يبقى مأمورون يعني مكلفون، واخد بالك ازاي؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يعني مكلفون معصومون. ده مذهبنا، مش مذهبنا بس، طائفة كثيرة من المسلمين يقولون ذلك، وأنهم مكلفون بفروع الشريعة الإسلامية بما يناسبهم منها. يعني هو مش مكلف بالاستنجاء لأن الملك ما بيخرجش منه نجاة، مش مكلف بالوضوء ولا بالغسل لأنه طاهر على طول، فهمت ازاي؟ لكن مكلف بحضور الصلوات وبيحضور الجهاد في سبيل الله ومجالس العلم والصلاة على النبي وغيرها وغيرها، والرقيب والعتيد بتوعك مش ملائكة وبيصلوا معاك، لدرجة بعض العلماء قال لك إن انفرد له أن يصلي إماما بالرقيب والعتيد، واخد بالك؟ إلى هذه الدرجة يعني. دي كلها لطائف في الفقه، كل اللي بحكوا لك ده اسمها لطائف الفقهاء، يعني يبقى ليهم لطائف كده لطيف. فبعضهم قال لك يا اخي انت اللي شايفهم قدامك مثلا 30 وانت بتقول 40، اعتبر ان ال 10 40 من الجنه وانت مش شايف، وصلي جمعه وتبقى انعقدت ببقيه، واضح؟ علشان كده ما تقعدش انت تقف على المنبر وتعد، واخد بالك؟ سيبها لله. لكن الشافعيه ليه تشددوا بالعدد؟ قال لك لانها هتسقط الظهر، كونها هتسقط الظهر دي لازم اكون متيقن انها جمعه صحيحه من كل الوجوه، والا لو انا شكيت اصلي جمعه واصلي ظهر، لانها فرض منفصل وليست بدلا عن الظهر مطلقا، بل تسقط الظهر بشروط، واضح؟ فيبقى هنا الشافعيه يقول ايه؟ ان يكون العدد في جماعه الجمعه 40 رجلا من اهل الجمعه، يعني من اللي تتوفر فيهم الشروط، الاقامه او الاستيطان، عدم وجود المرض، وكذلك عدم وجود السفر، والا يكون من بينهم صبي او عبد او انثى تعدي يعني، وان كان يصح الجمعه منهم. وهم المكلفون الذكور الاحرار المستوطنون بحيث لا يضعنون عما استوطنوه شتاء ولا صيفا الا لحاجه. لا يضعنون يعني لا يسافرون. والثالث شروط الصحة، كل ده بنتكلم في شروط الصحة، شروط متعلقة بالدار، وشروط متعلقة بالعدد، وشروط متعلقة بالوقت. والثالث أن يكون الوقت باقيا، ووقت الظهر، احنا عندنا وقت الجمعة ووقت الظهر. طب افرض ان احنا شغلنا لحد ما بقى العصر هيبدا من الساعه 3:30 واحنا ما صليناش الجمعه الساعه 3:30، كويس؟ فالفتره الباقيه دي هل تكفي خطبتين وركعتين ولا لا تكفي؟ ان كانت لا تكفي يبقى سقطت الجمعه ووجب الظهر، واضح؟ لابد ان يبقى عندي وقت كافي. طب افرض ان الامام طول في خطبة الجمعة قوي لدرجة ان هو بيصلي في الركعة الثانية، في الركعة الثانية سلم والعصر هيبدا، يبقى في الحالة دي قوموا يجيبوا الظهر، لان لابد ان تتأتى الركعتين كاملين في وقت الظهر، فان دخل علي وقت العصر قلبها ظهر مع انه ناويها جمعة. افرض هو قاعد يقرا التشهد الاخير في صلاه الجمعه قبل ما يسلم سمع اذان العصر من الجامع اللي جنبه، يقوم يعمل ايه؟ يقلبه تشهد اوسط ويروح قايم جايب ركعتين مع انه نوى جمعه يكمل ظهر، واضح؟ افرض انت كنت مسبوق وحضرت مع هذا الامام الركعه الثانيه من صلاه الجمعه، فانت نويت جمعه وادركت معه ركعه كامله، هو سلم والعصر لسه ما ادانش، وانت بتجيب الركعه الثانيه العصر ادان عليك انت، يبقى وجب عليك تكملها ظهر. كل دي تفاصيل لطيفه تاخد بالك منها. وعلشان كده يقول
شروط الصحة أن يبقى الوقت كافي لأداء الجمعة بخطبتيها وركعتيها كاملتين، واضح؟ وهو وقت الظهر، فيشترط أن تقع الجمعة كلها في الوقت، فلو ضاق وقت الظهر عنها بأن لم يبق منه ما يسع الذي لابد منه فيها من خطبتيها وركعتيها صليت إيه؟ ظهرا على طول 4 ركعات. فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط، أي جميع وقت الظهر يقينا أو ظنا وهم فيها زي الأمثلة اللي قلتها لك، صليت ظهرا بناء على ما فعل منها، بناء على ما فعل منها، يعني يبني على ما فعل منها، يعني ما يستأنفش، مش يسلم ويعمل صلاة من أول وجديد، يبني على ما فعله منها، واضح؟ بناء على ما فعل منها، وبناء عكس استئناف، استئناف إن يبدأ صلاة من أول وجديد، وبناء يبني على ما فعل. وفاتت الجمعة سواء أدركوا منها ركعة أم لا، ولو شكوا، إحنا بنقول لك تيقن أو ظن، يبقى يقلبها ظن. طب ولو شك في خروج وقتها وهم فيها، أتموها جمعة الصحيح، لأن عندنا القاعدة اليقين لا يزول بالشك، واضح؟ وفرائضها، ومنهم من عبر عنها بالشروط 3، فرائض الجمعة 3، أحدها وثانيها خطبتان، يبقى أول فرض فيها خطبة الأولى وثاني فرض الخطبة الثانية، هذه فرضين أهو، مش كده وبس، ويجلس بينهم، يعني يبقى في فاصل، يبقى في فاصل بين الخطبتين، خطبتان يقوم أي الخطيب فيهما، يبقى إيه؟ القيام شرط صحة وليس ركن في الخطبة، القيام شرط صحة في الخطبة مع القدرة وليس ركن فيها، خلافا للصلاة، احنا عندنا القيام في الصلاة ركن من أركان الصلاة، القيام مع القدرة، لكن ليه خليناه هنا شرط في الخطبة ولم نجعله ركن في الخطبة؟ لأن الخطبة أصلها أقوال، مش كده برضو؟ والقيام دي أفعال، فخلينا الأفعال شرط والأقوال ركن، لأن أصل الخطبة أقوال، أما الصلاة فهي أقوال وأفعال، فعشان كده خلينا القيام مع القدرة في الصلاة ركن، وخليناه في الخطبة شرط. حتت لطيفة تاخد بالك منها، ليه الفقهاء يميزوا بالحاجات دي. يجلس بينهما جلسة لطيفة بقدر الطمأنينة بين السجدتين، وعند الشافعية يسن ان يقرا فيها قل والله واحد، الخطيب يعني بقدر قل والله واحد، حب يقراها يقراها، يستغفر يستغفر. قال المتولي بقدر الطمأنينة بين السجدتين، ولو عجز عن القيام خطب قاعدا او مضطجعا، يبقى يخطب قاعد او مضطجع اذا عجز عن القيام، صح وجاز الاقتداء به، طبعا خلافا للملكية، الملكية لا يجيز ان يبقى الخطيب قاعد، لو مريض يبقى مأموم ما يبقاش امام بقى، واضح؟ ده رأي الملكية. الشافعية لا، لو تتوفر في شروط الإمامة وعجز عن القيام يصلي قاعدا ويخطب قاعدا وتصح الصلاة خلفه، ولو مع الجهل بحاله، يعني تقترب الإمام اللي بيخطب قاعدا وبيصلي قاعدا، ومش شرط تروح تسأله انت ليه قاعد، انت عاجز خالص ولا مش عاجز؟ مش شرط، خلاص هو مستأمن على حال نفسه، فهمت بقى؟ ولو مع الجهل بحاله، وحيث خطب قاعدا فصل بين الخطبتين بقى ايه؟ بسكتة، لأن يعني مفيش قعود، ما هو أصلا بيخطب قاعد، فيقوم يفصل بالسكتة بقى، بسكتة لا بالضجاع،
لحسن يفتكر ادم بيخطب قاعد يقوم يفصل بالطبيعة، خدت بالك؟ لا، يفصل بسكتة ولا يفصل بالضجاج. أركان الخطبتين إيه بقى؟ خمسة. مهم خطيب الجمعة يبقى عارف الحاجات دي عشان يوفيها في خطبة الجمعة، وإلا تبقى خطبته بطلع على مذهبنا. مذهبنا اللي هو مين؟ الشافعية يعني. وأركان الخطبتين خمسة. حمد الله تعالى بلفظ الحمد تبقى باللغة العربية، ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظهما متعين، يعني أقل حاجة في الخطبة يقول الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله، اتقوا الله، يأمرهم بالتقوى، ثالث لفظ، ثالث واجب. ولا تعين لفظها بإيه؟ على الصحيح، مش شرط يقول لهم اتقوا الله، اعبدوا ربكم، اخشوا الله، اطيعوا الله ورسوله، كل ده معنى اتقوا الله، واضح؟ لكن يتعين الصلاه على النبي ويتعين لفظ الحمد، لكن اتقوا الله لا يتعين لفظ التقوى، اي حاجه تؤدي المعنى، واضح؟ وقراءه ايه في احداهما، ولازم يقرا ايه في احداهما وايه ذات معنى، ما يقولش مثلا ثم نظر، طب هي آية بس دي مش ذات معنى، عايز سياق، محتاجة سياق، أو يجي يقول لك مدهامتان، ما هي دي آية بس ما تنفع، يبقى آية ذات معنى، واضح؟ إن شاء الله يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يقرأ الفتح فيها الحمد وفيها القرآن وفيها الأمر بالتقوى والعبادة، يعني لو خطب بالفاتحة بس ثم صلى على النبي تبقى صلاته صحيحة، واخد بالك؟ فهمت؟ لأن فيها كل حاجة، يبقى الخطبة سهلة يعني الخطبة أركانها سهلة، فلو ما جاش خطيب أي واحد قاعد من المصلين يطلع كده يقول الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اتقوا الله يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ويروح قاعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، بلغنا مما بك أملنا، أقم الصلاة. إن عقدت الجمعة صحيحة 100%. عمل فيها كل حاجة. فالحكاية يعني مش إعجاز يعني، لو الخطيب ما جاش يعني المسلمين يقعدوا حيص بايص ويبصوا على الباب ويدوروا. ابدا، اي واحد يقوم عارف الاركان يقول الكلمتين دول وخلاص تمت خطبه الجمعه سهله يعني. وقراءه ايه في احداهما والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الخطبه الثانيه، يعني لو دعا في الاولى وجب ايضا ان يدعو في الثانيه، لازم الثانيه يسموها ايه؟ الثانيه بيسموها خطبه الدعاء حتى، هي مخصوصه بالدعاء، واضح؟ والحمد لله كل المسلمين بيسمعوا خطب الجمعة تلاقيها ماشية على هذا النمط، الحمد لله. ويشترط أن يسمع الخطيب أركان الخطبة لأربعين تنعقد بهم الجمعة، ده عند الشافعية، يعني لازم يسمع بصوته من تنعقد بهم الجمعة، يعني لو قاعد قدامه أربعين وخارج المسجد فيه ألف يبقى على الأقل اللي قدامه سامعين والباقيين يقتدوا بمن في داخل المسجد، واضح؟ يشترط اللغة العربية، الأركان تشترط أن تكون باللغة العربية لمن يخطب بغير العربية، يبقى اللي لغته غير عربية يحفظ الأركان بالعربية يقولها وبعدين يرتن زي ما عايز، واخد بالك، بلغته، وبعدين بعد كده يقعد يستريح وبعدين يقوم يبدأ برضه الحمد والثناء والصلاة على النبي بالعربية، يعني يرتن زي ما عايز وبعدين يبدأ في الدعاء. كده خطبته صحيحة. واضح؟ لكن يشترط العربية في الأركان. ويشترط الموالاة بين كلمات الخطبة وبين الخطبتين. فلو فرق بين كلماتها ولو بعذر بطلت. يعني ما يطلش، مطلوب الموالاة العرفية يعني. يعني مثلا بيخطب الجمعه المحمول رن، طلعه قاعد يرد
ويتكلم. طبعا الحاجات دي ما بتحصلش يعني، لكن فرض انها حصلت واحد عملها، يبقى كده قطع الموالاة عليه، يبدا من اول وجديد بعد المكالمة دي، يبدا من اول وجديد والاركان تاني. واضح؟ مش يبني على ما فات لانها انقطعت الموالاة. افرض ان هو وهو بيتكلم شرك وقعد يكح ويعطس ويكح ومش عارف ياخد نفسه، جابوا له كوبايه ميه وشرب كوبايه ميه وطالت القعده، وان لحد ما رد عليه نفسه وقف يتكلم تاني، ابتدي من اول وجديد لان انقطعت الموالاه. واضح؟ لازم الموالاه بينها، بين كلمات الخطبه وبين الخطبتين، برضه ما يقعدش قعده طويله بين الخطبتين، بل جلسه خفيفه فلا تطول. فإن طالت يعيد الخطبة الأولانية، مش شرط يعيدها بقى بحذافيرها، يقول الأركان بس تخلص في دقيقة، وبعدين يقعد وبعدين يقوم يقول الخطبة الثانية اللي هي الدعاء. يبقى الموالاة بين كلمات الخطبة وبين الخطبتين، فلو فرق بين كلماتها ولو بعذر بطلت. بطلت يعني يستأنف خطبة من أوله، ويشترط في اثناء الخطبه دي ستر العوره وطهاره الحدث والخبث في ثوب وبدن ومكان، يبقى لابد ان يبقى متوضئ. واخد بالك في الخطبه دي؟ هو في الشرع 9 خطب الشرع. بالمناسبه يعني تحبوا انتوا التجمعات دي، نديكوا اصل طلبه الطب يحبوا التجمعات، انا بدرس الفقه بطريقه طلبه الطب، نحب ايه نجمع يعني. الخطبة في الشرع 9 خطب، خطبة الجمعة وخطبة عيد الفطر وخطبة عيد الأضحى وخطبة الكسوف وخطبة الخسوف وخطبة الاستسقاء، وأربعة في الحج، يبقى أو 3 في الحج. الاستسقاء والجمعة والفطر والأضحى والاستسقاء والكسوف والخسوف والخسوف، وبعدين في الحج 3 خطب، وممكن يبقى 4. خطبة يوم السابع، ودي محدش بيعملها دلوقتي عشان يشرح للحجاج اللي هيعملوه اللي قبل يوم التروية، وبعدين خطبة في نمرة، ودي طبعا احنا بنشوفها كلنا ايه في التلفزيون يوم عرفة كده برضه. وفي خطبه يوم النحر في منى، وفي خطبه تاني يوم من ايام التشريق علشان يقول للناس من تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه. دي خطبه الحج. خطبه القبر. خطبه القبر. لا دي مش خطبه، دي عظه. دي عظه. احنا بنتكلم الخطب المشروعه اللي شرعها الشارع، انما اللي على القبر دي عظه ودعاء. لو ما عملوهاش ما يجراش حاجة. يبقى والثالث من فرائض الجمعة أن تصلى بضم أوله ركعتين في جماعة تنعقد بهم الجمعة. يبقى ثالث حاجة في شروط الجمعة أنها تبقى جماعة، وعشان كده لابد أن الإمام ينوي الجماعة وينوي الإمامة. لو لم ينوي الجماعة في صلاة الجمعة بطلت الجمعة. كنا قلنا الكلام ده زمان فاكرين؟ نعم. ان لا يشترط نية الامام وتصح الاقتداء بمن لم ينوي الامامة الا في الجمعة، لابد ينوي الجماعة والامام لانها لا تصح الا جماعة. واضح؟ ويشترط وقوع هذه الصلاة بعد الخطبتين، فما ينفعش يخطب خطبة وينزل يصلي ركعتين ويخطب الخطبة الثانية، لازم بعد الخطبتين. وما ينفعش كمان يصليهم قبل الخطبتين زي صلاة العيد، لا، لابد ان يبقوا بعد الخطبتين، انما في صلاة العيد الخطبتين بيبقوا بعد الصلاة. وكذا في الاستسقاء وكذا في الكسوف والخسوف، الخطبة بتبقى بعد الصلاة. ويشترط وقوع هذه الصلاة بعد الخطبتين بخلاف صلاة العيد فإنها قبل الخطبتين. وهيئتها، وسبق معنى الهيئة. احنا عندنا الهيئة لما اتكلمنا في الصلاة قلنا الهيئات هي التي لا تجبر بسجود سهو، والأبعاد سنن
تكبر وبيسيبوا لي السهو. فاكرين زمان لما اتكلمنا على السهو في الصلاة؟ هنا بيقول هيئتها يعني سننها، مش بيقصد ايه التي لا تكبر بسجود السهو، لا بيتكلم هيئتها هنا يعني يقصد سننها. اربع خصال، احدها الغسل، يغتسل قبلها، يبقى سنن الجمعة انه يغتسل قبلها لمن يريد حضور الجمعة. طب افرض واحد مش هيحضر الجمعة لانه مريض، مش واجب عليه يغتسل الجمعة. افرض انه هو ما اغتسلش وحضر صلاة الجمعة، ما يرجعش يغتسل بعد صلاة الجمعة تشرعا تعبدا، لكن له ان يغتسل بقى ايه تبردا نظافة وحب. لكن الغسل الجمعة اللي يفرع عليه ثواب العبادة لابد يبقى قبل الصلاة، ويدخل وقت غسل الجمعة لمن يريد حضور الجمعة من طلوع الفجر الصادق إلى ما قبل الذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة. واضح؟ ده وقت غسل الجمعة لمن يريد حضور الجمعة، بخلاف غسل العيد. غسل العيد يدخل وقته بمنتصف ليلة العيد كده برضه يعني قبل الفجر بشوية، ولا يسقط بصلاة العيد، بل يستمر سنية غسل العيد إلى غروب شمس إيه؟ يوم العيد. ليه؟ لأن الغسل للعيد المقصود به الزينة والنظافة، إنما الغسل للجمعة المقصود بحضور الصلاة. واضح؟ وبالتالي غسل الجمعة يسقط بانتهاء الصلاة، وغسل العيد لا يسقط بصلاة العيد، بل ممكن يغتسل حتى بعد صلاة العيد، وحتى ولو لم يحضر صلاة العيد يغتسل للعيد. خد بالك؟ فدي نقط مهمة تاخد بالك منها، الحاجات الخلافية البسيطة اللي بين الغسل ده والغسل يعني دي كلها أغسال مسنونة. الغسل لمن يريد حضورها من ذكر أو أنثى، حر أو عبد، مقيم أو مسافر، طالما هيريد يحضرها حتى ولو لم ينعقد به الجمعة يغتسل. ووقت غسلها من الفجر الثاني اللي هو الفجر الصادق وتقريبه من ذهابه أفضل، فإن عجز عن غسلها تيمم بنية الغسل له. افرض الوقت ضاق عن الغسل، يتيمم ويتوضأ وينزل، يتيمم عن ايه؟ عن الغسل ويتوضأ وينزل يصلي عشان ياخد ثواب ايه؟ بدل الغسل. أو أصيب بمرض يمنعه من إنه يغتسل، يبقى يتيمم عن الغسل ويتوضأ وينزل يصلي. والثاني تنظيف الجسد بإزالة الريح الكريهة منه كصنان، فيتعاطى ما يزيله من مرتك ونحو. الصنان اللي هو رائحة الإبط وثنيات الجلد والعانة وبين الفخذين، تلاقي في عرق كده ليه ريحة معينة في الحتة دي، ده اسمه الصنان. يبقى يسن ليه ما هو يزيل هذه الآثار حتى لا يؤذي المسلمين. خدت بالك؟ يعني يتعاهد ثنيات جلده وإبطه وينظفه، وإذا كان في شعر كمان يزيله، لأن الشعر بيزيل الرائحة. ويتعاطى ما يزيل من مزيلات العرق، في حاجات مزيلات العرق كانوا يستعملوا الشربة ويستعملوا حاجات كده تزيل العرق، لا بأس. والثالث لبس الثياب البيض فإنها أفضل الثياب. والرابع أخذ الظفر إن طال، القصة أظفره عشان مع الزحام ودواته طويلة ممكن يخبط في الناس يعورهم. يعني أنا مرة في الطواف واحد نيجيري بيطوف ورايا، ضفر صباع رجله كأنه مخلب دخل في كعبي، بقيت أشرب دم في المطاف. عشان تعرف إن الشرع لطيف لما يقول له غسل ضفرك، ممكن مع الزحام يعور اللي قدامه، فبتحصل يعني. فالشرع لما يبقى فيه تزاحم يطلب منك انك تبقى نظيف عشان ما يبقاش ريحتك تؤذي الناس، وتقص ضوافرك عشان مع الزحام وحركه الايد وحركه الرجل ممكن بالضفر تعور اللي قدامك. واضح؟ فكل الحاجات دي مهمه. الشرع بتاعنا شرع لطيف جميل. والرابع اخذ الظفر ان طار، وحكايه ان يسيب الظفر بتاع الصباع اللي هو اسمه الخنصر مش كده برضه؟ حرام برضه. ها؟ ولا ده اسمه البنصر؟ لا الخنصر. الخنصر والخنصر تنفع بالفتح والكسر.
يبقى في ناس يقول لك اصل، يقول لك اصل ايه بيفني في الشغل، الاقي المسمار كده فكه كده معلوم. سلك سناني. لا برضه ما يصحش، قصه واحط مفك جديد احلى. هو سلك سناني يعني مش حجه يعني. اه والله مره بقول لواحد ليه يعني سلك، يقول لي اصل ساعات يقابلني كده المسمار بتاع اعمله كده اقضي مصالحي بسرعه. يعني برضه مش حجه يعني، قصها يعور نفسه ويعور غيره. ده احيانا هو بيهرش وهو نايم مش واخد باله، يصحى يلاقي نفسه كربش نفسه. واخد باله بتحصل يعني. فالواحد ياخد باله من الحاجات دي. يعني الشرع عندنا شرع جميل، ونحاول نرجع جمال الشرع بالالتزام بايه؟ بسننه. اخذ الظفر ان طال والشعر كذلك فينتف ابطه ويقص شاربه، لان عندنا قص الشارب حتى يظهر حمار الشفه ما يبقاش نازل كده. واحفاؤه بالكليه عندنا مكروه عند الشفهيه، احفائه بالكليه مكروه، يكون اكثر من اللحيه لكن ما يبقاش محفو بالكليه. وعند الامام مالك احفائه بالكليه مثلى ويبلى الثلاث جلدات تعزيرا في مذهب المالكيه. واخد بالك؟ رايهم كده مثلى. فيبقى قص الشارب معناه تجعل تبين حمار الشفتين وتقصه. ليه؟ مخالفة لليهود والنصارى. تلاقي اليهود والنصارى يربوا، تلاقي شواربهم نازل كده مغطي فمهم. وقص شاربه ويحلق عانته، يبقى الإبط ينتف والعانة تحلق. طب افرض ما يقدرش ينتف الإبط يوجعه يحلق، خلاص ما يقدرش. دخلوا على الإمام الشافعي، يقال القصة دي عن الإمام الشافعي يعني. وكان عنده حلاق فبيحلق له إبط للإمام الشافعي. فدخل عليه تلامذته، قال لهم أعلم أن النتف أفضل ولكني لا أطيق. بيعلمهم يعني عشان ياخدوا عن الإمام الشافعي، يقول لك لا يبقى الحق أفضل بقى، الشافعي بيحلق. فهو بيراعي برضه السنة. قال لهم أعلم أن النتف أفضل ولكني لا أطيقه، يعني لا أتحمله. وبعدين والتطيب بأحسن ما وجد منه، يعني الطيب أحسن طيب. ويستحب الإنصات، مش يجب، الله، يستحب على المذهب الجديد. المذهب القديم عند الشافعية الإنصات يجب، لكن المذهب الجديد عند الشافعية يستحب، وبالتالي لو تكلم في أثناء الخطبة يكره ولا يحرم. ولا يأخذ الجمعة ويمنعه من كمال ثواب الجمعة. مش معنى كده ان هو يعني عشان مكروه يقوم ايه يعني يعمله، لا، طب ما هيمنعك من ثواب الجمعه. من قال لاخيه انصت فلا جمعه له يعني لا جمعه له كامله. واضح؟ لكن هم استدلوا بانه مش حرام ان بعض الناس تكلموا أي في اثناء خطبه النبي والنبي لم ينهاهم. فكون النبي لم ينهاهم دل على انها ليست بحرام. واضح؟ مش قالوا واحد قال له يا رسول الله يعني هلك الضرع واشتكى له الجفاف. يعني احيانا بتحصل حاجات زي دي، مناقشه مع الامام. فاذا كان كده، والشافعي عشان كده قالوا ان لو طالما الانصات مستحب يبقى لو اللي جنبك عطس تقول له يرحمك الله، ما يجراش حاجه، الشافعي يقول لك كده. لكن باقي المذاهب يقول لك لا، ولا تقول له يرحمك الله. المذاهب الثانيه غير الشافعيه. واضح؟ لو واحد سلم عليك السلام عليكم ورحمة الله هو داخل، طبعا يكره السلام أثناء الخطبة، لكن لو سلم ترد عند الشافعية ترد. واضح؟ لكن يكره أنه يسلم أثناء الخطبة. ويستحب الإنصات وهو السكوت مع الإصغاء في وقت الجمعة. ويستثنى من الإنصات أمور مذكورة في المطولات، يعني إمتى لا تنصت؟ بيقول لك منها انذار اعمى ان يقع في بئر، واحد اعمى شايفه داخل على باب الجامع وفي بير وانت قاعد بتسمع الخطب، لو قمت علشان تمنعه على ما توصل يكون وقع في البير، لكنك انت تقول له قف امامك، واخد بالك، لحد ما تروح تلحقه عشان ما يقعش. وكذا لو لقيت تعبان هيغرس واحد او عقربه او شيء من هذا، يبقى تنذر الانسان. يبقى دي مستثنيات يعني. ومن دب الي اقرب مثلا، يعني كان الشافعيه لما كانوا بيقولوا ان يستحب الانصات ويكره الكلام، مش معناه كده انك تتجرع على الكلام، لا، برضه باعذار. واضح؟ ومن دخل المسجد والامام يخطب يعمل ايه؟ صلى ركعتين خفيفتين تحيه مسجد ثم يجلس. وحد الخفه ايه اختلفوا فيه؟
والراجح كما ذهب إليه الزركشي ومن وافقه أنه يكتفي بالفرائض، يعني يقرأ الفاتحة فقط ولا يقرأ سورة ولا يقرأ دعاء الاستفتاح، ويكتفي بالتسبيحات بثلاثة في الركوع وثلاثة في السجود وهكذا. ومن دخل المسجد والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس. وتعبير المصنف بدخل يفهم أن الحاضر لا ينشئ صلاة ركعتين، يبقى اللي حضر وقعد بينصب الجمعة ما ينفعش يقوم ينشئ صلاة ركعتين، يحرم ولو أنشأ لا تنعقد ويكفي. واضح؟ يعني واحد قاعد بيسمع الخطبة فلقى الخطبة كده ما عجبتهوش، بقى لما استفيد بوقتي بقى ومصلي بقى لحد ما الراجل ده خلص، هنا يأثم ولا تنعقد. واضح؟ عليه استحمل، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك، ما يجيش الجمع ده تاني المرة الجاية، بس يصبر كده لحد ما الجمعة تعدي. يفهم أن الحاضر لا ينشئ صلاة ركعتين سواء صلى سنة الجمعة أو لا، ولا يظهر من هذا المفهوم أن فعلهما حرام أو مكروه، لكن النووي في شرح المهذب صرح بالحرمة بل بالإجماع بحرمته تمام، مش كده؟ وقلت لك مضمع على حرمته الإمام النووي. واضح؟ ونقل الإجماع عليها عن الماوردي، ونقل الإجماع عليها عن الماوردي. الماوردي باقي حاجة، مسألة في صلاة الجمعة عند الشافعية في مصر، عندهم مشكلة في تعدد الجمعة في مصر الواحد، في المدينة الواحدة، مشكلة تعدد الجمعة في مصر الواحد يعني المدينة الواحدة عند الشافعية، إن كان من أجل الضرورة فيجوز تعدد الجمعة لأنه ضاقت المساجد بالناس فلا يسعه المسجد واحد، فإن كان التعدد من أجل الضرورة جاز التعدد، ولكن لا تسقط الجمعة الظهر في هذه الحالة، بل اللي يسقط عنه الظهر بالجمعة هو أول من كبر بتكبيرة الإحرام، وطالما لا تعرف من كبر تكبيرة الإحرام أولا فوجب على الجميع صلاة الظهر. ده رأي مين؟ الشافعي. واضح الكلام؟ فهمت؟ وهذا الحكم الناس كتير ما تعرفوش. المذاهب الأخرى عالية. رأي الشافعية كده، ورأي المالكية الجمعة لا تنعقد إلا في القديم، في المسجد القديم. يعني في مصر هنا ما تنعقدش الجمعة على مسجد المكية في مسجد عمرو بن العاص. أول مسجد أنشئ في القاهرة. واللي هيصلي في أي مسجد تاني يصلي ظهر على مسجد المكية برضه. إلا اللي صلى في عمرو. يبقى إيه؟ أسقط الظهر. واضح؟ لأن لا تنعقد الجمعة عندهم مسقطة للظهر إلا في المسجد القديم عند المالكية. والشافعية تنعقد الجمعة إذا تعددت للضرورة، ولكن لا تسقط الظهر إلا من سبق بالجمعة، ولعدم معرفة السابق وجب على الجميع صلاة الظهر. على طول. أنا كده بقى لي سنوات طويلة، يجي أكثر من 20 سنة. أنا ساعة أصليها قبل الجمعة، أول ما أسمع الأذان أروح أصلي الظهر أربع ركعات ونازل أخطب الجمعة وأجي. لكن لو الناس طبعاً مش حاجة هتتلقى الأمر بهدوء نفس، أنا كنت بعد ما أصلي الجمعة على طول أقيم الصلاة وأصلي بنفس الناس الظهر جماعة، بس طبعاً هيطلعوا عليا كلام كتير. واخد بالك؟ وهتبقى إيه مشكلة لأنهم لا يعلموا هذا الحكم. واخد بالك؟ بعد لما يصلي الجمعه يقوموا يجيبوا دول وهم كلهم في المدينه. في بعض المساجد الشام هكذا، واحد سوري صديقي قال لي ان في مساجد في دمشق يفعلون ذلك، بعد ما يصلوا الجمعه يسلم من الجمعه والخطيئ والمؤذن يقيم الصلاه وهم على صفوفهم يصلوا دول وينصلي. واخد بالك؟ في بعض قرى الشام وفي بعض المساجد في دمشق، لكن في مصر انا ما شفتش مسجد عمل كده يعني. يبقى كويس. لكن انا بكتفي ان انا بصليها جماعه باهلي قبل ما انزل لصلاه الظهر. عند الاحناف الجمعه تسقط الظهر مطلقا، تعددت ما تعددت ما لهمش دعوه، فيبقى ما فاتك على مذهب الاحناف صحيح. واضح؟
والله تعالى أعلى وأعلم. نشوف الأسئلة. بسم الله. تم حجز سياسة أتوبيسات لرحلة سيدنا الوالد طنطا. قيمة الحجز 50 جنيه للفرد. مين اللي قال لك كده؟ محمد صابر. 50 ده غالينا. 30 و 40. ايه يا عم؟ على أي حاجة معلومة قالها. ما ترتيب العشر من ذي الحجة المقصود؟ الثمانية أيام الأول في الأفضلية؟ العشر، العشر ليالي كلها. العشر ليالي كلها. ما هو أصل إيه؟ الليلة التاسعة هتبقى ليلة إيه؟ لا مش ليلة عرفة. ليلة عرفة ملحقة بليلة النقر. خد بالك إن يوم عرفة الوحيد اللي ليلته بعده. تملي الليل سابق النهار إلا في عرفة. ليلتها تستمر بعدها، يعني ليلة النحر لو حضرت فيها عرفة انعقد الحج لأنها ملحقة بعرفة، تاخد حكم عرفة، ينسحب عليها حكم، فتبقى دي الليلة الوحيدة، فكلها ليالي مباركة، وبعدين تخش في ليلة إيه يوم النحر، فكلها ليالي مباركة، العشر الأول كلها ليالي. بعد الأربع أيام اللي ذكرناها أصلاً. بعد يوم عرفة والجمعة والفجر والضحى، والثمانية بقى اللي هم باقي الليالي العشر. المعلوم ان سنه الجمعه بعديه، فلما ذكر الشافعي؟ لا، لها سنه قبليه عند الشافعيه، وهي ان تصلي بعد الاذان ركعتين او اربعه، فان لم تدركهم تقضيهم بعد الصلاه. واضح؟ كالظهر قياسا على الظهر. ده عند الشافعيه. ما حكم صلاه ركعتان بعد الاذان الاول وقبل صعود الامام؟ الركعتين دول هي سنة الجمعة القبلية عند الشافعية، ودي المشهورة عند المصريين كلهم. يسمع الأذان الأول يروح قايم جايب ركعتين وبعدهم يجيب أربع ركعات. دي المشهورة عند الشافعية، ودي سنة الجمعة القبلية عند الشافعية. متى بدأ سنة أخذ الظفر يوم الجمعة ومتى أخرها؟ يعني متى تبدأ ومتى يكون آخرها؟ إن كان لغرض حضور الصلاة يبقى عندك من ليلة الجمعة تستعد وتقص ضوافرك وكده، واخد بالك، إلى ما قبل خروج الصلاة، كل ده وقت. إن كان لغرض الصلاة، حضور الصلاة. أما السنة إن الظفر لا يتأخر أكثر من 7 أيام، وإن الإبط والعانة أكثر من 40 يوم، ما يتأخروش عن كده. واضح؟ ما معنى قوله بحيث لا يضعنون عما استوطنوه شتاء ولا، يعني لا يسافرون، ما يرحلوش يعني عن المكان. الضعن هو السفر، يعني الدار الإقامة اللي هي الناس مقيمين فيها لا يسافرون ولا يهجرونها صيفا ولا شتاء إلا لحاجة، لكن مش عادتهم إن هم بيقعدوا الشتاء هنا وبعدين لما يجي الصيف يروحوا يقعدوا في الحتة دي، ويجي الربيع يقعدوا في الحتة دي، يبقوا دول رحالة، يبقى دول ما عليهمش الجمعة. خد بالك، يضعنون يعني يسافرون. ذكرتم أن الجمعة بمعنى الصلاة يجوز فيها جميع الحركات، أما اليوم فلا يجوز فيه إلا السكون لغة، ومع ذلك فالله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وماله؟ ما هو ده اللغة غير الاستعمال الشرعي، لأنه يشير بالضم إلى الصلاة. يشير بالضم في الآية إلى الصلاة نفسها. واضح؟ لأن الجمعة يوم الجمعة فيه صلوات كتير، فهم؟ فضم لك الميم عشان يبين لك هي المقصودة اللي عند وقت الظهر، فضمها لأجل هذا. لكن اللغة عموما واسعة، والقرآن يستعمل أحيانا أشياء، واخد بالك، لا تكون مشهورة في اللغة لعلة في المعنى. نوى أن يصلي الظهر والعصر جمع تأخير لأنه في سفر ووصل إلى مكان إقامته بعد العصر، فيصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا؟ لا، طالما وصل لدار الإقامة يتم، يجمع بس لكن يتم مع الإتمام. ما احنا قلنا إذا اجتمع الحضر والسفر غلب الحضر، فاكر القاعدة؟ افتكر القاعدة. لا، الظهر هنا يعتبر قضاء على أساس، لا خلاص، هو ناوي الجمع يبقى ما يبقاش قضاء، ينوي جمع تأخير ويصلي 4 ويصلي العصر بعديه 4، يعني لأنه هو نواه في حال سفره أن يجمع. واضح؟ فيبقى جمع وليس قضاء. لو لم ينوي الجمع في وقت الأولى يبقى قضاء، لكن لو نوى الجمع في وقت الأولى ثم صلى في دار الإقامة يبقى جمع برضه، ولكن يتم ولا يكسر.
ما هو الدليل الأصولي على أن العدد 40؟ ما هو ما فيش دليل أصولي، احنا قلنا لك دي كلها إيه يعني أشياء كده بيختارها الإمام من حيث ما يستريح له من استنباطاته اللغوية والشرعية وغيره، لكن ما فيش عدد معين، ولو كان في عدد معين أصولي ما كانش اختلفوا ال 15 مذهب، واضح؟ فدي اجتهاد. هل تنعقد الجمعة في مدرسة أو معهد؟ لو كان المدرسة والمعهد في دار إقامة في حدود المدينة حيث لا تقصر الصلاة يبقى تنعقد في الجمعة، لكن لو كانت خارج حدود المدينة المدرسة والمعهد يبقى لا تنعقد في الجمعة، واضح؟ كيف تكون الموالاة شرط وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل على المنبر واستقبل الحسين؟ دي لما استقبل الحسين لم يطيل، احنا قلنا الموالاة يعني لا تنقطع إلا إذا طال عرفا، وهنا لم يطل عرفا، دخلوا على طول وكمل الخطبة. ما الحكم إذا انتقد وضوء الخطيب أثناء الخطبة؟ ينزل على طول من المنبر ويروح يتوضأ ويرجع تاني، إن طال الفصل يكمل الخطبة من أولها بأركانها، وإن لم يطل الفصل يبني على ما فات. هل للجمعة سنة قبلية؟ أيوة قلناها. ما حكم الأذان الثاني للجمعة؟ سنة من أيام الخلفاء الراشدين، استعملها سيدنا عثمان وتلقته الأمة بالقبول والعمل عليه إلى يومنا هذا. فخلاص هنيجي احنا نعدل على الصحابة والأمة تلقته بالقبول، هنيجي احنا بقى نفنن ونقول لأ؟ أليس هذا يسر مبالغ فيه بمن لم يجد دابة ليذهب الصلاة؟ الشرع بقى يسر مبالغ فيه، الحمد لله ما جعل عليكم في الدين من حرج، لأنه لم يرد أنه هو يضيق على الناس. افرض أنت راجل عندك 70 سنة وحركتك بطيئة وابنك ما عداش عليك بالعربية علشان يوديك لصلاة الجمعة، وانت بتصلي الجمعة في آخر الشارع في الجامع بتاع آخر الشارع، لو نزلت نشيد حيشق عليك وما تعرفش تركب حمارك لأن انت نشأت في المدينة، تعمل ايه؟ سقطت عليك الجمعة، الشرع بيريحك، انت عايز ترهق نفسك انت حر، واخد بالك؟ لن يشد الدين أحد إلا ايه؟ غلبة. أليست العدة ليذهب مش عارف ايه؟ بصمة. ايه بصمة الرجل؟ عضو الذكري عند الرجل ليه بصمة؟ مين قال الكلام ده؟ مين قريتها فين؟ معلومة طبية. لا الفقهاء ما قالوهاش، احنا ما لنا بالطب. هو المفروض العدة براءة الرحم. العلماء قالوا كده، العدة تنقضي بالأقراء لإيه؟ لنتيقن براءة الرحم من الحمل. فإن كانت حامل فالعدة بوضع الحمل، خدت بالك إزاي؟ بس سهلة، القرآن قال كده، الأطباء مش هم اللي هيحددوا لنا العدة، واضح؟ يقولوا لي يقولوا بقى إيه بصمة ومش بصمة، في الآخر يتضح لك إن الأطباء غلطانين ولا في بصمة ولا حاجة، الشرع مستقر والطب يتغير. ماذا لو أنشأ جامع في معسكر؟ هل تجب الجمعة؟ ما تجبش الجمعة في جامع في معسكر، لكن إيه؟ تصلى فيه في فراغ. معنى كلمة مسلة؟ مسلة مش كده بقى؟ مسلة يعني ايه؟ يعني تشويه للخلق، يقول لك مثل بفلان يعني شوه خلقته، فلما تلاقي واحد كده مربي ده كده غزيرة وده مخلوق على طول تبص عليه عينك كده تتعبك شوية، مش كده برضه؟ تقعد مدة كده بتبص له كده حاجة داخلة كده، مسلة. الإمام مالك، ده كلام الإمام مالك على فكرة مش كلامه، نص على ذلك. ما الدليل على زيادة سيدنا في الأذان؟ في كتاب تشنيف الأذان في استحباب السيادة عند لفظ اسمه عليه الصلاة والسلام في الصلاة والإقامة والأذان، اشتريه ومطبوع ويباع في الأزهر، وكتاب 80 صفحة تشبع أدلة. اشتريه كاتبها في الأهرام النهارده، اقرأ أهرام النهارده يلا، واشتري الكتاب مطبوع في الأزهر اسمه تشنيف الأذان في استحباب السيادة عند اسمه عليه الصلاة والسلام في الصلاة والإقامة والأذان، لأبي الفيض أحمد الصديق الغماري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. الدليل
هو اللي عايز أدلة. عندنا مطبوعة فتوى من دار الإفتاء معلقينها في مسجد الأشراف العمود الأولاني، علشان إحنا بنقول سيدنا محمد في الأذان، عشان أي واحد يجي نقول له اقرأ الفتوى. أي يعترض لو أنت عايز تيجي تصلي معانا في مسجد الأشراف تقرأ متبروزة كويس، مسجد الأشراف وراك هنا هتلاقيها متبروزة. ما الدليل الذي ذهب الشافعي إلى صلاة الجمعة في حالة التعدد؟ لأن تعدد الجمعة لم يحدث في عصر النبوة ولا الخلفاء الراشدين، كان في عصر النبي وعصر الخلفاء الراشدين كل المساجد اللي في حدود المدينة تغلق وكله يصلي في مسجد النبي، وظل الأمر هكذا من أيام النبي إلى حال الخلفاء الراشدين، فكانت لا تتعدد الجمعة في المدينة المنورة. واضح؟ فعلشان كده الإمام الشافعي عنده تعدد الجمعة ده أمر حادث، فلا بد أننا نستنبط له حكم جديد، خصوصا انه هينبني عليه اسقاط فرض مستقر في الشرع الشرعي وفرض الظهر. واضح؟ ولا يسقط فرض الظهر الا بيقين. فهمت بقى المساله؟ وده اجتهاد الفقهاء. وكيف لم اصلي الظهر الا فردا فكيف احصل ثواب الجماعه؟ صلي يا سيدي مع واحد صاحبك يكون مذهبه يشبه مذهبك كشافعي مثلا، صلي مع واحد بيصلي سنه، يجوز للشافعيه انك انت تأتم لمن يصلي سنه، كل ده جائز ما فيهاش اشكال. حضرتك كان في بورسعيد، طب اقرا بس ده اخلص المكتوب اولى. هل يجوز رفع اليدين في الدعاء مع الامام في الخطبه؟ لا باس طبعا. ده مش كده وبس، ده عندنا الشافعيه من اداب سماع الخطبه ان ترفع صوتك عند سماع النبي واسمه بالصلاه على النبي. كمان فعند الشافعيه كده من الادب ان الماموم اول ما يسمع الامام قال رسول الله المأموم كل أمور صلى الله عليه وسلم كده، واخد بالك ازاي؟ ده من الأدب عنده، لأن صارت الصلاة على النبي عند سماع اسمه من شعائر المسلمين. لأن أنت لو بتقول الخطبة دي في النصارى مش هيقولوا صلى الله عليه وسلم، فتعرف إنهم مش مسلمين. إنما ما تقعد مع ناس ما تعرفهمش وتقول قال رسول الله فيقول لك صلى الله عليه وسلم، تعرف إنه مسلم على طول، مش كده برضه؟ فأصبح الصلاة على النبي عند سماع اسمه شعيرة من شعائر المسلمين. واضح؟ المرض الذي يسقط الجمعة كيف يكون؟ أي مرض، إن شاء الله زكام، إن شاء الله صداع، إن شاء الله درس وجعه، أي مرض. الشرع لطيف حلو، عنده مغص، عنده إسهال وخايف إن هو يفضل رايح جاي في الجامع ويفلت منه حاجة على ما يوصل بيت المية ويلوث المسجد، يقعد في بيته أحسن. فاهم؟ أي مرض. الكلام مع الإمام سمعت جوازه، ولكن مع غير الإمام، ما احنا قلنا مع غير الإمام مكروه عند الشافعية ويمنع من تمام ثواب صلاة الجمعة، وحرام عند غيرهم وتبطل به الجمعة عند الحنابلة، والخروج من الخلاف مستحب. واضح؟ طب الحمد لله. مجموعة خطب النبي في كتاب، لكن ما يسر جمعه، وليس كل ما خطبه النبي اصلا ورد الينا، لكن في كتاب كده مجموع خطب النبي مطبوع وبيباع في الازهر، عندي منه نسخه. ايوه حضرتك قلت الشافعيه في سنه قبليه، لو تيجي الاسئله مكتوبه عشان احنا بنقولها تقوم تيجي في التسجيل يبقى كويس، وانا بضطر اكررها. ممكن من هنا تمشي. في شرح حاجه الجمعة ركعتين بعدين، والرسول كان يصليها في بيته حتى لا يفهم منها ان هي ايوه هي صلاة سنة البيوت. هي قالوا ان البعدية سنة البيوت حتى يوسع على الناس المسجد فيخرجوا، مش يحبسهم ويستنوه على ما يمرش. فالسنة البعدية للجمعة تصلى في البيت. يعني في سنة للجمعة قبلية وفي سنة بعدية؟ عند الشافعية في قبلية، ولو لم يدركها يصليها بعد الجمعة. عند الشافعية كده. عند غيرهم لا. عند غير الشافعية ما فيش سنة قبلية. فيها بعدية بس. واضح؟ حضرتك كان في خطيب في محافظة بورسعيد، فكان بيخطب الجمعة وبعدين بعد جاله صاحبه على الباب فنازل قام جاي مكلمه شوية، قعد واقف معاه شوية على الباب وبعد كده رجع الجمعة تاني. يقول لك في خطيب في بورسعيد نزل يكلم صاحبه أثناء الخطبة على باب الجامع ورجع تاني. إذا طال الفصل علي أن يبدأ الأول الفراغ. ما هو ما فيهاش حاجة. بس هو ازاي بقى يدرك الصلاة الصحة؟ يوم اذا طال الفصل
يستأنف من أول وجديد للأركان، يعني يبدأ الحمد والشهادة بس ما يلقش يعمل كده تاني، لأن كده يفتن الناس ويصير الاعتراض عليه في المسجد وحيبقى فيه لغط، فالأفضل أنه ما يعملش كده. عند الشافعية إمتى يترك الجمعة؟ إمتى يترك الجمعة وينزل؟ لو جاء إنسان على باب المسجد قال لا أريد وأنا أدخل في الإسلام، كويس، وجب عليه قطع الخطبة وينزل يلقنوا الشهادتين ويبعت معاه واحد المضى يعلمه ازاي يغتسل عشان يلحقهم في الجمعة ويطلع يخطب الجمعة. بس هو ده العذر الوحيد اللي يخلي الإمام ينزل. واضح؟ المدة المحددة دي يعني مطرولة أو مطرولة للعرف، مطلوكة متروكة للعرف. يعني لما الناس يقول لك ده طول قوي كده، إيه ده؟ والناس ابتدت تتأفف. أه يبقى كده أطول. مش بحكاية الجزاء. لكن حاجة سريعة خلاص. يعني مين الجزاء؟ ما طالش برضه، لم يطل الفصل. وبعدين ده يقول لك دي حادثه حال. ومين قال لك ان النبي ما عادش اركان الخطبه؟ يمكن عاد اركان الخطبه. فهمتني ازاي؟ فكده كل ده يمكن يمكن يمكن، يبقى ما تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال. واضح الكلام؟ والله تعالى اعلم. بعد بين ايه ده؟ في الجمعه ما فيش. ما هو بيقيم الصلاه على طول. كلام عامه. في ركعتين، في بين كل اذان واقامه سنه. واخد بالك؟ في كله، حتى المغرب، الشافعي قالوا حتى المغرب. والله تعالى اعلى واعلم. في اسئله اخرى؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك اليك. نصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله.